مرحبا بحضراتكم. الفقره الاخيره وزي ما نوهنا عنها في بدايه الحلقه هنتكلم عن التاهيل النفسي للرياضيين وكمان الغير رياضيين. ازاي ممكن انا وطبيعه الحال كلنا بشر بنمر بابس اند داونز وبالذات على فكره الرياضيين لان هو ممكن بعد مباراه مثلا لم يوفق فيها في كده اوقات بتحصل يعني داونز كتيره جدا في الملاعب في اي رياضه كان فالواحد بيتاثر بيها ممكن تحصل اصابه فيبقى في غياب فتره ما وبعدين يعود مره ثانيه. ازاي اهل الرياضي ده ان هو يرجع بنفس المستوى وغيره وغيره. فلا ملف في غايه الاهميه. خلينا بس نرحب بدكتور وائل رفاعي استاذ الطب النفسي الرياضي. نورنا والله يا دكتور. منوره بوجودكم في البرنامج الجميل مع رموز جميله وشامخه في مجال الرياضه. كريم بيه ونهوان دهاني حاجه جميله وبرنامج رائع الناس كلها بتتابعه. الحمد لله يبقى في باش انشغف ان هي تتابعه في موضوعات جديده. ربنا يخليك يوفقكم دايما لكل من ذوق حضرتك. ربنا يخليك سعدنا بوجود حضرتك معانا والحقيقه الملف اللي هنتكلم فيه مع حضرتك مهم جدا وخصوصا زي ما نهاوند قالت ان احنا هنتكلم كمان على الصعيدين صعيد الشخص الرياضي والغير رياضي. انا عايز استاذن حضرتك بس ان احنا نبتدي بالغير رياضي لان الرياضي ليه معانا تفاصيل كتير واسئله كتير. بس انا عايز اسالك بشكل عام وحضرتك طبعا ادرى مني مليون مره بالنقطه اللي هكلمك فيها دي. فكره ان احنا دلوقتي في الزمن ده عموما ايا كانت مهنه الشخص ايه ايا كانت خلفيته بس في اوجه عكننه كتير محيطه. حلو التعبير ده اوجه عكننه حقيقي والله فعلا وحاجات كتير تقدر صفو الحاله الوجدانيه والمزاجيه والنفسيه هموم وديون والتزامات وجري ورا لقمه العيش الى اخره. كل الحاجات دي بتشكل ضغط على البني ادم كل ما مسؤولياته بتزيد وبالذات لو هو مش قادر يكفيها الضغوطات بتزيد جواه. صحيح. ازاي نتعامل مع النوع ده من الاحباطات؟ ممكن اضيف حاجه لكلام كريم كلام سليم 100%. الفكره كمان دلوقتي يا دكتور احنا اصبحنا مش بندور على نعمل حاجات تساعدنا على قد ما بقينا ندور على الراحه. أيوة. وبقت سعادتنا في الراحه. أيوة. يعني قعدني في مكان مش يعني منفصله عن اي ضغط اي حاجه اي حاجه كئيبه. أيوة. انا كده انبسطت. لا ده برضو مؤشر. أيوة. مش حلو على فكره. أيوة. خلينا نرجع لمفهومنا عن الضغط. زي الدكتور كده لما يكون عندي مرض اقول للسيمبتوز الاعراض بحس بكذا وكذا 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 يقول لي اه والله في ضوء التشخيص ده كلينيكال يعني كشف وضوء الكلام اللي انت بتقوله الاعراض المفروض تعمل يا وائل كذا. تمام. ففي ضوء كلام حضرتك الاستريس او الضغط يعني ايه؟ زي ما حضرتك بتقول عكننه الشعور بعدم الراحه. طبعا. الشعور بالتهديد. الشعور بالضيق. بالاحتقان النفسي مش الاحتقان مفهوم في الجهاز التنفسي مش احتقان اللوز. اه بالظبط كده. فالانسان مش ده ملف تاني يا كريم مش مستريح. تمام. فيشعر ان هو مش مستريح عشان كده اسمه ستريس. وعلم النفس هو العلم الوحيد اللي منفرد بمصطلح او الترم او الكونسبت اسمه ستريس. الاول يقول لك البريشر يعني ضغط الدم اسمه بريشر. ضغط الجو السوائل اسمه بريشر. لكن الستريس هو العلم الوحيد السيكولوجي اللي متفرد بيه واستعاروا منه علم الهندسه بعد كده. فستريس يعني ايه؟ يعني جزيئات الماده مش مستريحه، برضو الانسان نتيجه العكننه والديون والمشاكل مش مستريح، يشعر بالتهديد وعدم الراحه، ليه؟ لان بيحس ان التزاماته مسؤولياته اعلى بكتير. صحيح. ونحط 100 خط بكتير دي طبعا. من قدراته او امكاناته. طبعا. فيشعر بالتهديد والضغط النفسي، لكن السؤال اللي بيطرح نفسه هنا من سؤال حضرتك نهاوند هانم هل يا ترى احنا في المدينه الفاضله المثاليه او في الجنه يبقى في راحه تامه وسعاده؟ مفيش. لا طبيعي يبقى في ضغط برضو. بس الضغط اللي بيتحدى قدراتنا اللي صعب. مع المجهود يحصل اشباع ونستريح ونقيس سعداء يبقى ده ضغط نفسي ايجابي. اما الضغط اللي يطلع لي اعراض صداع باستمرار اروح للدكتور واعمل سيتي برين ما عندكش حاجه دوخه ويقول لي ما عندكش حاجه تبع السكر تراكمي زي الفل ضغط الدم زي الفل بس انت ليك يا دكتور او يا كريم بيه مضغوط شويه دوخة نزلات انفلونزا غير مبرره بلبس لبس مناسب للسيزون اللي ممكن توصل لكده كمان. والله نقصان الوزن فقدان الشهيه للطعام. حضرتك بتلبس كويس رياضي تاكل اكل صحي جدا ومتوازن مع ذلك يجي لك نزلات انفلونزا من الاسترس من البرد من الضغط النفسي. الموضوع بيوصل موضوع لكده موضوع كبير. فدعنا الاول نتفق ان احنا لازم يكون في ضغط لان في حياه ما دام في كومبيتيشن وفي دوله عظيمه ودوله متوسطه ودوله ناميه وتعبانه وفي رياضي اول وفي رياضي ثاني وفي ولد يتفوق في المدرسه وولد يطلع فاشل او يعني متاخر في الدراسه شويه بلاش كلمه فاشل يبقى لازم يبقى في ستريس لازم حتى العظماء يتحركوا لكن لكن يوصل لفين بقى زي ما قلت لحضرتك نزلات برد صداع انفلونزا الويت الوزن دوخه بيوصل الموضوع الاكتئاب كذا كذا هي دي بقى المشكله اللعب على المنتاليتي يا دكتور. صح كده طبعا. يعني القصه كلها في العلاج النفسي عاده بيكون بيبدا من المخ طبعا لا شيء طبعاً. اخر طبعا ازاي طبعاً.
فعلا احنا نوصل مع نفسنا مهما كانت يعني الضغوطات اللي حوالينا والمشاكل اللي حوالينا. على فكره في مشاكل فعلا مش بايدينا ان احنا نحلها فغصب عننا، يعني ما ينفعش يجي حد يقول لي روقي، ما هو اروق ازاي؟ ما اطلب مني حاجه اعرف اعملها، ما كل ما يزيد الهموم والتهديد كل ما الضغط النفسي يزيد. ما زي رجعنا لنفس السؤال، نعمل ايه؟ نمره واحد اتفضل. هنعمل زي ورق اي 4 كده بسيطه، زي كشف، زي ما بنعمل منيو في المواسم وفي رمضان، هناكل اول يوم وثاني يوم كده، نعمل منيو بالمشاكل اللي بتقابلنا. مش عايز ورق اي 4، ده عايز فرخ كرتون قد كده حضرتك. ده يعني اهمها. فاول سؤال بيطرح نفسه، ايه الاماكن اللي ما بكون فيها وما كنتش مبسوط؟ افتح قوسين بقى، المدرسه ولا الجامعه ولا البيت ولا النادي كده. ايه الاشخاص اللي لما بشوفهم بفتكر بتعكن او افتكر ان انا عليا التزامات فبقى اندر ستريس؟ الديانه مبدئيا. الاماكن ايه الاماكن كنت مستريح فيها؟ اوكي. الاشخاص، مستر فلان، كابتن فلان، زميلي فلان، عشان اعرف ازاي بعد كده اتعامل معاهم. اوكي. اسال نفسي، انا هل سالت نفسي ان انا المهنه دي مش عجباني؟ مش عايز ابقى طبيب ولا راعي رياضي، او مش عايز ادرس علم رياضه ولا علم علوم؟ طب يا ترى السؤال ده عامل لي ضغط من السنه دي ولا من 2 ولا 3 ولا 4؟ كل ما تزيد الفتره يبقى الضغط ماله كبير. يبقى ده اول سؤال بساله لنفسي. نمره 2، الاب والام، الكوتش اذا كان راجل رياضي، المستر او الميس، يقعدوا مع الولد والبنت يعملوا لهم حاجه اسمها جول سيتنج، بناء الهدف في حياتهم. دي مهاره عظيمه جدا، ازاي نخطط ونحط بلان ونحط اهداف لنفسنا. مشكلتنا احنا بنستورد اهداف حتى في الرياضه، يجيب لك احسن برنامج نيوتريشن لمثلا محمد صلاح ميسي، طب ده مش مناسب للاعيبتي ولا بيئتهم ولا ثقافتهم ولا امكاناتهم الاقتصاديه ولا الاجتماعيه ولا السمات وطيب نمط جسمهم ولا حاجات كتير قوي في السوشيال ميديا بتاع فنمره واحد ما استوردش اهداف، وادخل على النت لا شوف ابني الاول بالورقه والقلم بقى هو كم من 10، برافو عليك، قدراته كم من 10 في الثقه، في التركيز، في توزيع انتباهه، في الصلابه النفسيه لما يقعد يذاكر كذا ساعه او يلعب رياضه، كم من 10 في التحمل، في القوه، في السرعه، لو في كانت الارقام متدنيه يبقى كويس، يبقى السيلف كونسبت مفهومه عن ذاته حقيقي. يعني انا لما اعرف ان انا واقل 4 من 10 هقعد مع كريم يساعدني ابقى 5 6 7. لكن الاشكاليه بقى ان احنا الفراعنه وانا 10 من 10، وابقى بقى مفهومي عن ذاتي غير مفهوم الذات الواقعيه اللي الناس شايفاني بيها، غير مفهوم ذاتي المثاليه اللي انا نفسي اروح لها. على يبقى الاستريس هنا بقى زياده. معلش ممكن اقول حاجه؟ يعني الشكل الطبيعي او المفهوم الطبيعي او الصوره اللي حضرتك بتقولها دلوقتي الواقعيه اللي الناس شايفاني بيها، لا مش شرط. يعني مش شرط انا حكمي على كريم يبقى صح، يعني ممكن كريم يبقى شايف نفسه بطريقه انا شايفاه بطريقه، ستيل انا شايفاه بمنظوري انا مش شايفاه بالشكل الواقعي. كلام حلو قوي على فكره، ده ديبنز على حاجات ثانيه. ده امتداد كلامي، لما يكون في جاب ما بين انا شايف نفسي ازاي والناس شايفاني ازاي وانا نفسي ذاتي المثاليه الايديال سيلف بقى عايز ابقى ازاي، يبقى دي اشكاليه بقى تحت ضغط نفسي. لكن لما انا اشوف نفسي سي 7 من 10 وكريم شايفك 9 من 10، معقوله. لكن مش معقوله سوري كريم اشوفك 1 او 0 وانت شايفه نفسك 10 من 10. دي الاشكاليه الكبيره. يبقى ده كونفليكت، صراع نفسي جوايا انا مش عارف مفهومي عن ذاتي، وبالتالي لما بحط اهداف يا كريم زي ما حضرتك بتقول مش في ضوء قدراتي، يبقى الضغط النفسي زي. يبقى اول علاج للضغط النفسي احط اهداف واقعيه تتناسب مع قدرات الولد او البنت. ده لو كان حد سليم، لان في ناس عندها امراض ثانيه بس زي النرجسيه وحاجات زي كده، ده واحد شايف نفسه انا احسن حد في الدنيا. دي اريا ثانيه بقى عايزه بقى نشوفهم كتير، عايزه بقى بيضحكونا كمان. ده ابنورمال سايكولوجي بقى، عايز دواء لان الكيمياء بتاعت جسمه فعلا اتغيرت. ويدعي انا هسجن فلان واعمل كذا وعنده صلاحيات وهو بقى سوبر مان وهو مش كده. دي فعلا اسمها البارانويا او البارانويا، الاحساس بالنرجسيه. ده بقى ملف تاني، او الاحساس بالاضطراب ملف تاني. احنا بنتكلم بقى عمليه الكونسلنج، الارشاد النفسي للضغوط والقلق والتوتر العادي اللي كل الناس بتعاني منه سواء رياضيين او غير رياضيين. يبقى اول خطوه فيرست ستيب اسال نفسي على الاماكن اللي مش مستريح فيها وانا عايز اسيب الدراسه دي او الجامعه او النادي. كويس. نمره 2، احط اهداف واقعيه في ضوء قدراتي، حد يساعدني اتعرف على قدراتي بجد، مش بابا شايفني بكذا والكوتش كذا وانا كذا. هو الجدول اللي حضرتك بتتكلم عليه ده يعتبر اول خطوه تجاه أول العلاج، اول خطوه للعلاج فعلا. نمره 2، لما انا اعرف قدراتي صح احط اهداف واقعيه في ضوء قدراتي. نمره 3، اتفضل. انا كنت عايز اقول لحضرتك ان ممكن تبقى المشكله مش ان انا عايز احط اهداف ولا لا، انا حزين حاليا بغض النظر عن ان انا عندي اهداف او لا. تمام. بس انا حاسس بحاجه، الله يفتح عليك. نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه؟ اولا شكل البيت،
نغير في اوضه الصالون الريسبشن الانتري كذا، اوضه الليفينج روم، حاجات بسيطه جدا. لو جبت الفازه دي من هنا لهنا وحطيت المفرش ده العكس او غير التغيير وعدم بيقول عليه تيبيكال ريسبونس، استجابات النمطيه، العاده الروتين بيعمل ضغط نفسي واكتئاب. لكن لما اغير في المنزل في الالوان في الاشكال، اغير المكان ده مكان المكان ده، اغير الاوضه بتاعت الولاد كذا لكذا، ده بيعمل نوع من الريليز، يفرغ الضغوط. طب على ذكر الولاد برضو، بالشيء بالشيء يذكر، ساعات بيبقى في اولاد عندهم مشكله كبيره في الثقه بالنفس، تمام. فده بينتج عنه ان هم بيكونوا يعني ايه مسالمين زياده عن اللزوم، وبيبعدوا عن اي اي مجال فيه اختبار للتفصيله دي فيه. زائد ان في اولاد بيبقى عندهم دايما احساس بستريس فظيع وقت الامتحانات. ايوه صحيح، بغض النظر هم مذاكرين كويس او مش مذاكرين. هم ممكن يبقى الولد مذاكر كويس جدا بس بيبانك وقت الامتحان، بالعكس ممكن يكون مذاكر اقل ويجاوب افضل. طب برضه حلها ايه؟ ثقه في النفس، تمام. بس انا عايز اقول لحضرتك بس حته الضغط، الاكلات ليها علاقه بالضغط النفسي. نعم طبعا. الموز بيعمل مود ستيت، حاله مزاجيه، حاله انبساطيه. الموز دماغ رباني، يعني ايه بقى من غير اي حاجه كده يعني. فعلا بيعمل حاله انبساطيه. طقم موز باللبن بمجرد انتهاء الفقره. في دراسات في انجلترا ان الموز بيعمل حاله انبساطيه على الاطفال، قارنوا حالتهم قبل وبعد، وعلى بعض الحيوانات. ولذلك في الدوري الانجليزي تلاقي اللاعب بياكل قطمه موز قبل ما ينزل الملعب، في الاسكواش، في التنس، انا مسكت ابطال حتى في الجيم كمان ناس كتير بتتكلم. الموز بيعمل ريلاكسيشن، استرخاء، وده بيعالج الضغوط. لما تاكل صباع موز قبل النوم بساعتين يساعدك تنام ريلاكس قوي، لان الالياف اللي في الموز بتعمل استرخاء. الموز بيشتغل على الكوانزيم بتاعت السعاده اللي هي ضد الضغوط، زي التريبتوفان والسيروتونين والدوبامين. فالموز بيظبط ضغط الدم. طب ايه تاني حتى من علاج كوفيد 19؟ اكل الموز. غير كده الفيتامين سي، فريش فريش، لان الجوافة يعني. لان الدواء غبي يعني، لو انا من غير اذن دكتور خدت فيتامين وهو عندي في الجسم زياده، يعمل لود على الكلى وعلى الكبد. لكن ما اكل اكله مثلا الفسفور بيتجه للدماغ واماكن ثانيه في الجسم، لا هنا عالي يروح في حته ثانيه. سبحان الله، ربنا مخلي الدواء يشوف مسارات معينه ما يضرش الجسم. ده المالتي فيتامين بصفه خاصه، ان ده في ناس بتسفه كده من غير ما حد المالتي فيتامين بدون اذن الطبيب غلط، من غير اذن الطبيب اي فيتامين غلط. لكن حضرتك لازم اعمل تحليل الاول واشوف انا عندي نقص في ايه واخد يقول لك كذا، او تاخده عن طريق اكلاتك على اللونج ران، بس يبقى صحي ما يجرالكش حاجه. فيتامين سي بيعمل ايه؟ نتيجه الايموشن، الضغوط والمذاكره والحياه بتاعتنا اللي حضرتك تفضلت انت ونهاوند انا قلت عليها، بيحصل حاجه اسمها الفري راديكالز، اكسجين شارد. اكسجين بقى بدل ما يديني طاقه ايجابيه واشتغل يديني مشاكل، يهاجم جهاز الفيتاليتي الحيويه، تلاقي وشي يعجز بدري. الله، خاصه الرياضيين، تلاقي لاعب كره القدم عنده سي 20 سنه تشعر ان عنده 40 سنه. معلش، ده سببه ايه؟ سببه نتيجة الضغوط والانفعال، بيهاجم الاكسجين ده بدل ما يبقى وقود وطاقه، يهاجم جهاز المناعه، فالانسان وشه بيجي يعجز بدري، تحس ان الولد 20 سنه عنده 40 سنه. yeah. وشه ساحب اصفر ما فيهوش حيويه، لكن مجرد جاست يشرب الفيتامين سي بيأكسد هذا الاكسجين، يفضل وشه احمر وفي حيويه. انا كنت مع رامي عاشور بطل العالم بسكواش فترات طويله، فكنت انصحهم اقول لهم افتر لود بعد التمرين تاخدوا فيتامين سي فريش. جالي في مره من امريكا مع عصير مكتوب عليه افتر اكتيفيتي، كنت بقول له افتر فلو ايه بقى؟ عباره عن مجموعه فيتامين مع بعض فريش طبيعيه ما فيهاش كيميكالز، مضروبه مع بعض، يشربها اللاعب بعد التمرين عشان الضغوط والانفعالات، فرحان زعلان وهو بيلعب، ده ما يهاجمش جهاز المناعه. مجرد ما يشرب الفيتامين سي ياكسد. ايوه، اشرب فيتامين سي على شكل عصير ولا على شكل بيلز ولا على شكل لا عصير إيه؟ بيبقى سهل الهضم، وخاصه الكيوي يا جماعه اعلى يعني اعمله سي. في البيت في الخلاط بقى ده دايما. الجوافه، الكيوي ضعف الجوافه، والجوافه اكتر من الليمون واليوسفي. نحط الكيوي على جوافه؟ غيري لا، نحطهم على بعض عشان الملل. ممكن الولد ما يحبش سي الجوافه، يحب الكيوي، يحب اليوسفي، يحب البرتقال، غير. لكن فيتامين سي ضد مضاد اكسده قوي جدا للضغوط النفسيه. الفراوله، لما حضرتك بتحطي ميه كده على سفنجه او رمله بتمصها، ربنا خالق الفراوله تمتص التنشن، التوتر والضغوط في جسم الانسان. طبعا دي معلومات على فكره بجد اول مره طبعًا. اسمعها. المكرونه، يعني لما يكون عندي معسكر تدريبي حتى للرياضيين وعندي ماتش مهم، انا ممكن اكل اكله تبوظ لي الدنيا نفسيا. وممكن اكل اكله المكرونه بتعمل ريلاكسيشن، النشويات وخاصه المكرونه. شوف الافلام الرومانسيه تلاقي البطل بيعزم بطله مكرونه سباكيتي بقى كده وبتاع، ليه؟ عشان المكرونه فعلا بتعمل ريلاكسيشن. حضرتك لما تجيب التمر بتاع رمضان الطري وتغسله كويس عشان الظروف اللي احنا فيها، تحطه في كوبايه عاديه مج عادي، وتجيب الكاتل بتاع الشاي وتصب عليه الميه اللي بتغلي، وتستنى شويه وتشرب
الميه بتاعته زي الشاي وانت بتشرب يعمل ريليز للضغوط وراحه نفسيه. القهوه العربي كده في الحال، القهوه العربي يا دكتور كده على فكره اللي هي الفتحه اللي بالهيل تحسي بيها. انا بحبها جدا. الكركم في مشروب في الخارج اسمه الجولدن درينك، المشروب الذهبي، عباره عن معلقه كركم وعسل نحل وكوبايه لبن ويحط عليها سنة فلفل اسود او ملح. ليه؟ لان الكركم صعب الهضم لو لوحده يعني. وتقلبيهم كويس، بيبقى ريحتها لو تفتكروا زمان الحلبه المطحونه والمغات بتاع الامهات لما بتلد ريحته جميله وطعمه رائع جدا جدا. ده الحلبه كان بيتساب لريحتها بلاد. بالظبط حضرتك لما قويه جدا يا دكتور. لا حلوه الحلبه، بس حلوه. لا مش انت اكيد مختلط عليك الامر. الحلبه مش الحلبه الحصى، الحلبه الحصى دي هي اللي بتعمل كده. ده يبقى ده اللي انا بتكلم عليه. زمان الستات لما كانت بتضع مولود بيشربوا الحلبه طعمها وريحتها جميله جدا. بيقولوا عليها المغات. مغات ايوه البكتيريا. هي دي الاسم. غير الحلبه الحصى الثانيه. لكن لما تشرب الكركم ده اصلا ماده الكركمين هي اللي بتدخل في علاج الدبريشن الاكتئاب. الله طب حلو. زي الجنزبيل بيدخل في علاج القلب. الجنزبيل ده مضاد للجسم ومطهر للجسم وتقويه لعضله القلب. واخد بال حضرتك؟ يخفض الكوليسترول وضغط الدم. فاذا في اكلات بتعمل ريليز للجسم، في تدريبات الاسترخاء. لا قبل الاكلات بقى الفول بيعمل ايه؟ لا الفول ده صعب قوي. انا بسالك ليه؟ لان يا ريتك ما سالتي. 80 90% من الناس بتفطر كده. لا يعني ما هو يعني هي دي عادات. وانا مره رحت للدكتور بقول له والله ما باكل فول، قال لي ما تاكلش يا دكتور وائل. ففعلا الفول القشره بتاعته صعبه الهضم. لا مش اقصد صحيا، نفسيا بتاثر ازاي؟ لا هو اي اكله يعني من اكل في حكمه بتقول يعني الجاحظ والناس، من اكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا خسر كثيرا. يعني لما باكل ببقى سوري عندي ابسي لا مبالاه بالبلدي المصري كده بوخم عايز انام. فالاكل الكتير والفول عشان تقيل بتشعري بهذا الشعور. أوكي. هو او غيره من الاكلات يعني. تمام. واخد بال حضرتك؟ تدريبات الاسترخاء مهمه جدا. يعني ازاي نبقى عندنا 10 دقائق يوميا الولد والبنت يتعلموا يبقوا زي ريلاكس. وريلاكس مش معناه ان انا مش مهتم. ريلاكس انا بقى اكتف في المذاكره، اكتف في التمرين، اكتف في الملعب لو انا بلعب كومبيتيشن، لكن هيبقى مودي هادي، اعرف افكر كويس، اواجه الاستريس كويس. اعمله ازاي الاسترخاء؟ ابسط انواع الاسترخاء استرخاء التنفس. احنا عندنا مراكز للطاقه في الجسم، الراس بيقول عليها التاج ما بين العينين والحنجره والشفرات ولا ايوه الشاكرات والسره والكفين. المركز ده اللي عند البطن مهم قوي للموتيفيشن التحفيز والريلاكسيشن الاسترخاء. فبقول للولد او البنت كلنا عارفين الشهيق من الانف والزفير من الفم. اشعر ان عندك طاقه مش هواء في منطقه البطن وفي بالونه في منطقه الصدر، عايز تسحب الطاقه عشان تملى صدرك بالطاقه دي. يا سلام احس ان هو طاقه. في جزء في المخ اسمه الليمبيك سيستم، الايموشنال برين، المخ العاطفي او الانفعالي. اي حاجه انا بفكر فيها ايجابيه او سلبيه او سيلف توك ايجابي او سلبي او ايحاء ايجابي او سلبي بيترجم في المخ ده يديني الاحساس ان انا ايه، يا مبسوط يا زعلان. عشان كده اللعيبه محمد رمضان، محمد سوري صلاح لما في التاهل لكاس العالم وجي فينا الجون غمض عينيه وعمل سيلف. انا بفتخر ان انا اشتغلت معاه ومعلمني لما مسكت قطاع الناشئين في المقاولين وفي الاهلي وفي الزمالك وفي انبي. فيعني ابتدى يعزل انتباهه وابتدى يعمل بوزيتيف سيلف توك، حديث ذات ايجابي، ويخرج بره وركز وعمل وقام شجع الباقي الجماهير. وقال ايه خلاص بقى انجاز ما يمكن انجازه، لو انا بقى ببكي على الاطلال وهقعد ازعل يبقى خلاص الجيم هيخلص. لكن رجع وركز وقدر يعوض. ليه؟ عشان قدر يعزل نفسه عن الاسترس ده. هو اللي عنده الميول دي ميول، انا مش بتكلم عن محمد صلاح طبعا، بتكلم عموما في اشخاص بيبقوا انهزاميين بطبعهم، مزاجيين يعني. مش مزاجيين، انهزاميين. انهزاميين يعني مع اول الم دنيوي تلاقيه خلاص بيدور على تربه عشان يدفن فيه. صحيح. ده قابل للتعديل؟ الميل ده قابل للتعديل؟ ده سؤال جميل جدا. ده حته جيناتيك وراثيه اللي لها نمط من حاجه اسمها التيمبرامنت، طبع الانسان. زي ما تقول كريم ده طبعه حامي، نهاوند طبعه هادي جدا، وائل طبعه متقلب مثلا يعني. فالولد ده اللي هو طبعه انهزام بيبقى حاجه اسمها النمط السوداوي، وده وفقا للسوائل اللي في الجسم صنفنا الانسان الى انواع او انماط. فنمطه العصبي ضعيف، بنقول عليه نمط ضعيف غير متوازن. يعني ايه ضعيف غير متوازن؟ يعني ما بيواجهش الضغوط، وغير متوازن يعني عنده اللامبالاه، الكف في الاشارات العصبيه اعلى من الاثاره، فدايما ايه؟ هادي، عنده بس لامبالاه، فاقل زي ما الم في المعركه ينسحب. ليه؟ لانه هو انهزامي من جواه بطبيعه تكوينه. ثم بقى حاجه اسمها التعزيز السلبي،
البابا وماما بيكسروا مقاديفه انت فاشل، شوف ابن نهواند بيعمل ايه، أوكي. شوف ابن كريم في البطوله بيعمل ايه، ابن فلان بيعمل ايه، انت كذا مره كده انت على فكره انت لو تهزمت البطوله دي مش هتلعب سكواش او كره قدم تاني، انا بصرف عليك وبعمل التربيه بجد المدرسه دي غلط، هي انت مش شايف في واحد سواق بيجيبك ويوديك يبقى انا بخلي مفهومه عن ذاته وثقته بنفسه ضعيفه. ثقه في النفس يعني ايه؟ اكون متاكد ان قدراتي تسمح لي اقدم المطلوب مني بنجاح. انت لما تقعد تقول له انت فاشل انت فاشل بتشككه في قدراته، يبقى عنده ثقه ازاي؟ دكتور في نقطه ثانيه، طبعا الضغط تبقى عاليه في نقطه ثانيه بس هنرجع لها لما نيجي بمناسبه الثقه بالنفس، برضو ليها شق ثاني وهو مرتبط بيه. اوقات في ناس بتبقى عايشه مقتنعه ان هي شي داز نوت ديزيرف الحاجه دي، يعني انا لا انا ما استحقش الموضوع ده. تخيل لهذه الدرجه، انا اعرف ناس كده اللي هو انا ما استحقش ابقى كذا، انا ما استحقش اوصل. ليه ما تستمعين تبص لهم لا يستحقوا نص؟ فدي التفكير ده الانهزامي عن النفس برضو، ما ده برضو ما هو ده على انز سكيل كده على خط متصل، ده في الثقه بالنفس. في حاجه اسمها ليك اوف سيلف كونفيدنس، نقص في الثقه. وبعدين الثقه المثاليه، دي النقطه بقى، وبعدين غرور. دي النقطه بقى اللي بنستاذن حضرتك ان احنا نرجع لها بمجرد العوده من الفاصل ان شاء الله. طيب دكتور وائل، كنا بنتكلم وسريعا الوقت للاسف بيجري، بس احنا عندنا اسئله كثيره جدا انا وكريم هنحاول. كنا بنتكلم عن ان بعض الناس برضو فكره هنا قله الثقه بالنفس قد تصل ان هم شايفين ان الحاجه الحلوه اللي هم عايزينها يعني ما يستحقوهاش. اضرب مثل او امثله بحاجات كثيره جدا، بنت مثلا، بنت ناس حلوه مش عارف ايه، يقول لك لا انا ما استاهلش ان واحد يحبني فعلا ويتقدم لي. واحد مثلا ذكي جدا وتعلم تعليم كويس، يقول لك انا ما استاهلش ان انا اشتغل في بوزيشن واخد فلوس حلوه. بيبقى هم شايفين ان هم they do not deserve it. أيوة. فليه كده؟ ليه حضرتك لحاجتين، حاجه اسمها نقص ثقه وحاجه اسمها العصبيه الكماليه، او حد عقدهم في حياتهم مثلا. انا اقول لحضرتك اهو، نقص الثقه ليه؟ ان بابا ومامته انت فاشل باستمرار ويقارنوه بالاخرين، شوف فلانه شكلها شيك واموره بتعمل، انت مش شايفه نفسك، انت كذا، انت فاشل في التعليم، انت فاشل في الرياضه، انت هتقعد في البيت احسن تلعب لعبه ثانيه. يبقى نقص الثقه لان الشخص بيشك في قدراته وامكاناته وان هو مش ريدي ان يبقى ناجح في الحته دي. فنقص الثقه يخلي الانسان يتحدث عن نفسه بعدم ثقه او بضعف في الثقه. الحاجه الثانيه العصبيه الكماليه، ممكن شخص يبقى ربنا مديله كل حاجه وبينجح ومش راضي، يقول لك ايه انا كنت مقصر. يعني في لعيبه ابطال عالم انا اعرفها شخصيا، وهو بيلعب بيبقى بيفكر في راي الاخرين فيه ويكسب المباراه وياخد البطوله ويبقى الاول على العالم، وكان كل همه ان هو عمل اداء او عمل حاجه الناس مش مبسوطه منه او ايه راي الناس فيا. فالعصبيه الكماليه عايز يبقى كامل ودايما يتهم نفسه بالتقصير، وده مرض نفسي بيغير في الكيمياء بتاعه الجسم والمخ، واشكاليه كبيره جدا ان الشخص يشعر بان هو دايما مقصر وعايز لسه. لا، في فرق ما بين زي محمد صلاح ما بيقول انت اشهر لاعب في العالم، قال لهم ما يهمنيش كده، بس انا يهمني ان انا بضع هدف يحصل لي موتيف دافع احقق الهدف، وبعدين اعلى بسقف الهدف واحط دافع اكبر ولا احقق له. يعني مثلا ده نتيجه ثباته النفسي ولا نتيجه تواضعه؟ نتيجه ان فاهم نفسه صح وثقته في نفسه صح، فبيحط اهداف صح. هو دلوقتي عايز يلعب على انه بهداف الدوري الانجليزي، فلان الفلاني جاب 100 هدف وجاب 104 هدف سي، يبقى ده اول هدف، يبقى عنده دافع يحققه ما يفكرش في غيره. طب بعد كده عايز يلعب على انه اول واحد افريقي يجيب جول مثلا في مباراه الافتتاح، لعب على دي بدافع جديد بهدف جديد حققه. اتنقل لتاني اول لاعب يجيب سي اربع خمس مباريات متتاليه اهداف حققه، بقى عنده دافع خلص. ودي بتشبع حاجه ما جواه، يعني مفيش ملل وفي دايما طاقه ايجابيه، عايز اللي احسن. طب انا عايز دلوقتي مفيش حد في افريقيا خالص او يمكن في الدوري الانجليزي جاب هاتريك، لا هو اللاعب الوحيد اللي جابها، كل شويه يضع هدف يعمل له دافع. الدافع يعني ايه؟ مدفع المج كده بحركه، فالدافع شيء طاقه من جويه، من جواه ايجابيه تستثير سلوكي تنشطني عشان ابقى موجه ان انا اعمل نشاط عشان اوصل للهدف بتاعي. فالولد او البنت اللي هي مش راضيه عن نفسها، يا اما ضعف ثقه يا اما عصبيه كماليه. يعني مش راضيه، ممكن مش راضيين، هم شايفين ان هم حاجه كبيره، لكن لا هم شايفين نفسهم حاجه كبيره، ولكن هم شايفين ان يعني مش هم لا يستحقوا السعاده دي ان هم يوصلوا لهدفهم. يعني زي ما يقول لك كده بقى، دي ناس نكديين يا عم، يقول لك احنا ضحكنا شويه ربنا يستر بقى شوف هيحصل ايه. دي طبعا موروث ثقافي مش صحيح، اتيتيود يعني طريقه تفكير مش سليمه، ان ما دام انا فرحت شويه يبقى لازم يحصل حاجه وحشه. مين اللي قال كده؟
يعني احنا بنسيب المقادير لربنا سبحانه وتعالى، وانه اضحك وابكى، وانه اغنى واكنى، وامات واحيا، يعني ربنا كل حاجه بايديه. اللي بيفوض امره كده الدنيا بتبقى بيس وحلوه وبيبقى ماشي كده زي الفل، لكن كل شويه بقى هيحصل كذا هيحصل كذا، ده اتجاه وطريقه تفكير مش سليمه، مش سليمه. دي الاسباب اللي بتخلينا ما نبقاش سعداء حتى واحنا بنعمل انجازات. ولذلك لازم يا جماعه نعرف مفهومنا عن نفسنا كويس، ننمي ثقتنا بنفسنا كويس، نمارس تدريبات الاسترخاء والتامل والتصور العقلي، لازم اتجاه تفكيرنا يتغير. كل الحاجات دي بتواجه الضغوط النفسيه. ويا جماعه لما اشعر ان انا تحت ضغط نفسي ما اقولش انا مش فرفور والدنيا ماشيه ولذيذه وبتكسف اروح لدكتور، لان الموضوع هيتطور، مش هيبقى مجرد ستريس، هيبقى في حاجه اسمها انهاك نفسي وحاجه اسمها بيرن اوت، احتراق نفسي، ويحصل بقى هنا الاكتئاب طبعا. وبعض الناس تبقى عايزه تنتحر، وبعض الناس انا بدرس لضباط شرطه وجيش وغيره يقول لي لا ارغب ليه يا ده رتبه كبيره، لا ترغب ليه انا اتعرضت لكذا كذا كذا، فساب نفسه لما حصل له احتراق نفسي وبقى عايز يسيب الدروب اوت، يسيب الشغل او المهنه او كده. ليه؟ عشان في البدايه كان ضغط بسيط وطرقة. احنا ما نجحناش نتعامل معاه، كبر 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 زي الكوبايه دي. ايوه لو فيها ويت صغير. قلت لحضرتك كمل لي بساط قوي كريم ونهاوند، ارفعوا ايديكم كده لمده 5 سكند 5 ثواني وانا في تعب وانا في حاجه 5 ثواني بس لو استمرينا كده خلاص لو استمرينا لساعه بقى في الم. طب 3 ساعات طبعا. الحديث لم ينتهي بعد، وللحديث بقية، خلينا نقول كده، لأن بجد فكرة حلوة جدا وفيها ملفات ممكن نفتحها مع حضرتك لو نورتنا تاني. ده يشرفنا، لا يسعدنا دكتور جميل، قناتنا دي الأهلي، احنا اللي نسعد وربنا يوفق نادي الأهلي دايما، احنا بنحب نادي الأهلي جدا. شكرا جدا نورتنا أهلا. شكرا كريم بيون هوان دايم، ومزيد من التألق كده. الله يخليكم يا فندم. شايفة كده؟ طيب يا حضرات، خلصت حلقتنا معاكم، بكرة بإذن الرحمن يتجدد اللقاء، حلقة جديدة و10 الصبح في الأهلي. صباح الفل.